فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كان غنيا فهل الأضحية واجبة عليه؟ والله عند الحنفية نعم واجبة على ذوي اليسر، أما الجمهور فيرونها سنة. نعم. وهل هناك، يقول، فرق بين الحاج وبين غيره فتجب على من لم يحج؟ الحاج يكفيه الهدي، الحاج يكفيه الهدي، هدي التمتع أو هدي القران، أما غير الحاج فهي سنة في حقه. نعم.